السلام عليكم طلابنا الأعزاء، إن شاء الله نبدأ بالجزء الثاني لشرح القطعة الخامسة اللي هي What is Creative Thinking. الفراغراف الأول: Navy Admiral Grace Hopper had the task of explaining the meaning of nanosecond or of a nanosecond to some non-technical computer users. هنا أكو فرد Navy Admiral اللي هو شخصية يعني على مستوى جنرال يعني ضابط كبير في البحرية، طبعا هو مرقم هذا المصطلح رقم 7 Navy Admiral, an officer of very high rank in the Navy who commands a group of ships. ففرد ضابط بالبحرية اللي تكون تحت أمرته فرد مجموعة من السفن، طبعا هذا تحت اسم او اللي اسمه او اسمها بالحقيقه، لان هي يعني امراه ضابطه اسمها Grace Hopper. فهذه كانت عندها مهمه توضيح explaining meaning of a nanosecond to some non-technical computer users. كانت لها او كانت عندها مهمه توضيح معنى النانو سكند، يعني النانو ثانيه، to some non-technical computer users، يعني لبعض مجموعه من أشخاص مستخدمين الحاسبة اللي يعتبرون نون تكنيكال غير تقنيين. أوكي، فكانت عندها مهمة توضيح النانو سكند. النانو سكند شنو هو بالضبط؟ راح يوضحها هنا بين قوسين. A nanosecond is a billionth of a second. That is the basic time interval of a supercomputer's internal or internal clock. نانو سكند هو يعني جزء من المليار من الثانية، تمام، واللي يعتبر البيسك تايم انترفول، يعني وحدة قياس الوقت الرئيسية. انترفول هنا وايل او بيريد، يعني الفترة الزمنية، تمام. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للكمبيوترات او الحاسبات العملاقة، او بالنسبة لي عفوا يعني الساعات الداخلية للحواسيب العملاقة. فتعتبر شنو؟ النانو ثانية هي وحدة القياس هذن الساعات الداخلية للحواسيب العملاقة. فبالنهاية النانو سكند أو النانو ثانية هو شنو؟ هو يعني جزء من المليار من الثانية الواحدة. يعني لو الثانية الواحدة قسمناها إلى مليار جزء، يعني مليار فترة زمنية، الثانية الواحدة لو قسمت إلى مليار جزء بمعنى مليار فترة زمنية، فالجزء الواحد هذا يسمونه نانو ثانية. لاحظوا شقد دقيق جدا ومقتضب جدا. فيكمل بعدها: She wondered how can I get them to understand the brevity. نعم، the brevity of a nanosecond، يعني شلون راح ممكن انه افهمهم او اخليهم يفهمون البريفيتي مال نانو سكند مال نانو ثاني. بريفيتي هنا بمعنى اختضاب او ايجاز شديد، بمعنى نقدر نقول بيثينس. اوكي، فشلون راح اقدر افهمهم هذا الاختضاب اللي موجود بالنسبه او معنى المعنى المقتضب مال نانو سكند او نانو ثانيه، تمام. شلون راح اوصلهم هذه الفكره؟ Why not look at it? Why not look at it as a place problem rather than a time problem? يعني ليش ما ننظر إلها كمشكلة وقت؟ طبعاً هي تتساءل مع نفسها، ليش ما أنظر إلها كمشكلة، يعني مشكلة مكان، تمام، مشكلة حيز، بدل ما أنظر إلها كمشكلة وقت حتى أسهل الفكرة على نفسي. لاحظوا شو تقول بعدها: I'll just use the distance light travels in 1 billion or 1 billionth of a second. يعني راح بهذه الطريقة راح اعتمد على المسافة اللي يقطعها الضوء، تمام، بالنانو ثانية او بجزء من المليار، تمام، الثانية الواحدة. فراح اعتمد على هذا الشيء افضل ما اعتمد على شلون اوضح لهم يعني زمنيا، شلون اوضح لهم فكره النانو ثانيه، تمام.
فشو تقول بعدها؟ She pulled out a piece of string 30 centimeters long, 30 centimeters long, بين قوسين يعني 11.8 inches, and told her visitors, here's one nanosecond. اللي سوت هوبر شنو هو؟ أخرجت فرد يعني خيط أو سلسلة، تمام؟ طولها تقريبا 30 سنتيمتر، ويعني ما يعادل تقريبا 11.8 إنش، وأخبرتهم أنه هذا هو النانو ثانية، بمعنى أن سرعة الضوء أو الطاقة الضوئية، تمام، اللي يقطعها الضوء، تمام، أو المسافة اللي يقطعها الضوء خلال النانو ثانية هي تبلغ هالقد، يعني 30 سنتيمتر، أوكي، بما يعادل 11.8 إنش. يعني إيش قد عندنا الطاقة الضوئية إحنا هائلة بالسرعة، يعني هي يعني تقريبا يعني أكثر طاقة من ناحية السرعة هي أو طاقة كهربائية، أعتقد طاقة كهربائية أسرع، لكن بالنتيجة عندنا الطاقة الضوئية هائلة السرعة، تمام؟ إيش قد هائلة، بحيث يعني عن طريقها يقاس المسافة الفلكية، تقاس المسافة بين يعني كوكب وكوكب، بين مجرة ومجرة. فالنانو ثانية تعتبر الوقت اللي قطع الضوء خلال مسافة 30 سنتيمتر، هذا يسعولها النانو ثانية، تمام؟ فبالنتيجة وصلت لهم فكرة النانو ثانية عن طريق يعني اللجوء إلى فكرة المكان بدل فكرة شنو؟ بدل فكرة الزمن، يعني فكرة المسافة، استخدمت لهم مسافة حتى تعبر عن معنى النانو الثاني. In 1792, the musicians of Franz Joseph Haydn's orchestra got mad because the Duke promised them a vacation but continually postponed it. سنة 1792 الموسيقيين اللي تابعين لمدرسة فرانز جوزيف هايدنز، هذا يعني فد موسيقي شهير، تمام، يعني أشهر موسيقي ومدرسة موسيقى أسسها بوقتها، فهذولا كانوا يعزفون، يعني هم خاصين لعزف الأوركسترا، وهذولا فترة من الفترات أصيبوا بالجنون. ليش؟ لأنه الديوك، طبعا ديوك هنا لاحظوا مثل ما هنا موجود، a powerful local leader in European history usually a member of the ruling family، يعني هنا هو فرد نقول حاكم او قائد في التاريخ الاوروبي، اوكي، وعاده ما يكون تابع الى العائله الحاكمه. فهذا الديوك يعني كان قد أوعد هذول الموسيقيين أنه يعطيهم فرد vacation، فرد يعني عطلة، يعني حتى نقول مثلا يستراحون بيها أو يعني يتفرغون لأشيائهم الخاصة. فبالنهاية شنو كان هو؟ continually postponed it، يعني postpone هنا بمعنى شنو؟ يؤجل، put off أو delay نقدر نقول، لكن على الأكثر put off، تمام. فكان دائما ما يأجل هذا الشيء، يعني يأجل الفيكيشن مالتهم، يأجل العطلة مالتهم باستمرار، أوكي. فمن فرض هذا التأجيل تقريبا يقول عبر عنهم أصيبوا بالجنون. They asked Haydn to talk to the Duke about getting some time off، يعني هذول طلبوا من هايدن، طبعا هايدن اللي هو مثل ما موجود البداية هنا، اللي هو رئيس الفرقة الموسيقية مالتهم، فطلبوا من عنده أنه يتكلم مع الديوك، مع الحاكم، حتى شنو؟ حتى يحصلون على بعض الوقت للاستراحة وللتنفيس عن الستريس أو الضغط اللي يصيبهم خلال فترة عملهم. Haydn thought for a bit, decided to let music do the talking, and then wrote the farewell symphony. هنا هايدن شو سوى؟ هو طبعا شخص، يعني هو قلنا يعني نقول رئيس الموسيقيين او رئيس فريق الموسيقيين، تمام. فهو فكر للحظه معينه وقرر انه يخلي الميوزك او الموسيقى هي تنوب عن الكلام بطلب الفيكيشن، بطلب العطله، تمام. شلون هذا الشيء؟
and wrote، وبعدها كتب شنو؟ كتب سيمفونية الوداع. أكو إلى سيمفونية لهايدن هو كاتبها يعني من تأليفه، اسمها farewell symphony. farewell بمعنى وداع يعني goodbye. أوكي، ففكر أنه يعني السيمفونية أو العزف هو اللي ينوب عن الكلام بخصوص هذا الطلب، طلب الاستراحة للفرقة الموسيقية، ولهذا كتب farewell symphony، يعني كتب سيمفونية أو ألف سيمفونية الوداع. زين، بعدين الفريق مالته راح يؤدي هذه السيمفونية. لاحظوا هنا بعدها the performance began with a full orchestra. تمام، يعني الأداء تنفيذ السيمفونية بدأ بمقطوعة كاملة. تمام، performance هنا بمعنى implementation، show، accomplishment نقدر نقول عليها، يعني العرض، عرض الموسيقى بدأ بمعزوفة كاملة. But as the piece went along it was scored. هنا هذا المصطلح scored اللي هو مرقم رقم 8 إذا تنزلون جوا الهامش الصفحة. Scored written in musical notation format with specific parts of each instrument. يعني العزف وصل إلى يعني أجزاء قاموا يعني بوقتها هم العازفين أو الموسيقيين أخذوا يستعملون الآلات الموسيقى مالتهم بشكل مختلف، يعني يعزفون بطريقة مختلفة، كأن تكون مثلا نهاية الآلات، مثلا آلة الكمان بنهاية آلة الكمان العزف يصير اللي احنا مرات مثلا نشوفه بين فترة وفترة، مرات العازف ما يستخدم القطعة الخشبية اللي يمررها على حبال الكمان، أو يعزف بطريقة مختلفة باستخدام أجزاء مختلفة مثلا من آلة العزف. ف to need fewer and fewer instruments. وبعدها شنو؟ بعدها قاموا شنو يحتاجون أو يستخدمون آلات عزف أقل وأقل، يعني قاموا يقللون عدد آلات العزف المشاركة في السيمفونية أو في المعزوفة. تمام، فبعدها شوفوا إيش راح يصير. As each musician finished his part، يعني كما يعني بالوقت اللي كل يعني كل موسيقي كمل الجزء مالته، كمل العزف مالته، he blew out his candle and left the stage. blew out بمعنى أطفأ هنا، يعني غالبا ما يستخدموه يطفئ الشمعة مثلا، snuff out نقدر نقول. زين، ف he blew out his candle and left the stage، يعني أطفأ الشمعة مالته وغادر المسرح. They did this one by one until the stage was empty. يعني هم يعني سووا هاي الطريقة، خلصوا من العزف واحد بعد الآخر، قللوا الآلات العزف اللي موجودة مشتركة بالسيمفونية، وسووا هذا الشيء أنه يعني كل عازف لما ما يخلص موجودة يما فرد كاندل شمعة معينة يطفئها وينزل، وهكذا واحد بعد الآخر لحد ما المسرح أصبح شنو؟ أصبح فارغ. The Duke got the message and gave them a vacation. بعد هذا شنو؟ الديوك الحاكم فهم الرسالة، وصلت الرسالة إليه بشكل واضح، وبالنهاية أعطاهم الفيكيشن، أعطاهم وقت الإجازة أو وقت الراحة. أوكي؟ زين، الباراجراف اللي بعده، Then there is Pablo Escobar أو Pablo Picasso عفوا، There is Pablo Escobar هذا شخصية ثانية. There is Pablo Picasso. One day he went outside his house and found an old bicycle. بابلو بيكاسو هذا يعني نقول فنان، يعني رسام ونحات ويجيد كثير من أنواع الفن. طبعا هو يعني إسباني المولد، وبعدين تنقل إلى أرجاء أوروبا، إلى إيطاليا ولا بلدان أخرى. فهذا يوم للأيام يعني طلع خارج المنزل مالته وشاف فرد دراجة هوائية يعني قديمة old bicycle. He looked at it for
for a little bit and took off the seat and the handlebars. يعني باو على البايسكل فرد فترة وجيزة وبعدها يعني طلع السيت يعني الكوشن مال البايسكل وكذلك المقود مالته تمام took off بمعنى remove هنا أنا. وبعدها then he welded them together to create a head of a bull. وبعدها لحمهم اثنيناتهم يعني لحم الكوشن مع الهاندل بارز المقود تمام ويلد هنا بمعنى يعني سولدر بمعنى يلحم اوكي ولحمهم مع بعض حتى يكون شنو حتى يكون فرد مجسم اشبه برأس الثور بول هنا بمعنى الثور اللي هو ذكر البقر او نقول عليه اوكس بمعنى اخر فكون فرد مجسم اشبه ب رأس الثور من خلال لحم الهاندل بارز المقود مال البايسكل والكوشن تمام each of these examples illustrates the creative mind's power to transform one thing into another يقول كل واحد من هذول الافكار يوضح لنا لاحظوا illustrate يعني بمعنى illustrate بمعنى explain او clarify يعني يوضح يشرح فكل واحد من هذول الأمثلة يوضح لنا the creative mind's power يعني قوة الذهن المبدع أو المنتج to transform one thing into another لتحويل قدرته لتحويل شيء معين إلى شيء آخر transform هنا بمعنى convert أو make over يعني يحول شيء إلى شيء آخر by changing perspective by changing perspective and playing with our knowledge يعني هنا طبعا perspective بمعنى attitude أو point of view يعني انطباع أو وجهة نظر فعن طريق تغيير الانطباع أو وجهات النظر and playing with knowledge والتلاعب أو استغلال المعرفة we can make the ordinary extraordinary and the unusual completes يعني نقدر نسوي الordinary شيء طبيعي extraordinary شيء غير طبيعي نسوي تمام and the unusual completes والشيء الغير معتاد او اللي ينقص فرد يعني حاجات معينه نسوي شنو عفوا نسوي common place الunusual نسوي common place يعني الغير معتاد الشيء الغير معتادين عليه نسوي شنو فرد مكان او فرد شيء هو معتاد عليه يعني مألوف تمام خالي من الغرابة اوكي هذا عن طريق شنو عن طريق استغلال وجهات النظر واستغلال المعرفة in this way wine press squeeze out information يعني بهذه الطريقة الواين بريس اللي حكينا عليها قبل شوية اللي اخترعها غوتنبرغ هذا شنو؟ wine presses squeeze out information يعني عندنا عصارات النبيذ هذول شنو؟ هذول كأنما يعصرون أو يطبعون الانفورميشن يعني يطبعون المعلومات لأنه هذه الفكرة الواين بريس والكوين بانش تحولت بعدين اتطورت وصارت فكرة الطابعة عندنا بالتالي الطابعة تطبع عندنا شنو احنا information مجموعة كبيرة من المعلومات اللي ترد بالكتب والمجلات وإلى آخره string is transformed into nanoseconds هنا أيضا عندنا string اللي هو الخيط أو السلسلة هذه تحولت إلى شنو إلى مفهوم النانو سكند النانو ثانية تمام واللي عبرت عنه أو استخدمته هوبر يعني فضلت مفهوم المسافة أو الحيز على مفهوم الزمن حتى يكون أكثر وضوح labor grievance became symphonies أيضا هنا شنو هنا يعني grievance هنا تجي complaint يعني أو شكوى أوكي فشكوى العمال طبعا هذول كانوا يعتبرون يشتغلون عند الديوك يعني فيعتبرون كعمال فلذلك يقول عليهم labor grievance يعني شكوى العاملين أو العمال أصبحت شنو عبارة عن سيمفونية يعني بدل ما
يشكون حرفيا نقلوا معاناتهم عن طريق سيمفونية عفوا معينة. And bicycle seats turn into bulls heads. وكذلك الكوشن مالت البايسكل ايضا لما ما لحم بيكاسو مع المقود حوله الى شنو راس ثور او مجسم شبيه براس ثور. هنا the noble الباراجراف اللي بعده the noble prize winning physician Albert Snetz جورجي نعم او نقول جور نعم جورجي هذا شخص يعني فيزيائي اوكي ويقولون يعبر عنه الكتاب يقول عليه put it well تمام هنا put it well هذا المصطلح اللي هو رقم 9 اذا تشوفوا هذا express the idea well make the point يعني نقول شلون نقول بتعبيرنا جابها فيت يعني وضحها بالطريقة الصحيحة وضحها بالشكل اللي المفروض انه يتوضح به شنو اللي وضح when he said لما ما قال discovery consists of looking at the same thing as everyone else and thinking something different discovery اي بمعنى الاكتشاف يتألف من شنو او هو يعني عبارة عن شنو looking at the same thing as everyone else يعني النظر لشيء معين او تأمل شيء معين مثل ما يعني مثل ما ينظر الى اي شخص اخر تمام and thinking something different لكن التفكير بطريقة مختلفة يعني احنا وين صادف من الاشياء من الاوبجكتس اللي نشوفهم مثل ما غيرنا يشوفهم لكن المفروض يعني الفكرة المبدعة أو الناجحة أو المنتجة اللي هي ديسكفري يعبر عنها ألبرت سنيتس أو سنتس هذا شنو يقول أنه إحنا لا نشوف الأشياء مثل ما غيرنا نشوفها لكن نفكر بطريقة مختلفة تجاه هذول الأشياء هنا طبعا أكو exercise 1 وكذلك بالصفحة الثانية exercise 2 هذول مو كلش مهمات يعني عبارة عن أمثلة يعني شلون نحول يعني شلون ننتج فكرة مثلا خلينا نقول منتجة واحنا اخذنا كم مثال على هذين الأفكار فما اكو داعي أيضا ناخذ أمثلة أكثر من اللي موجود ولحد الآن انتهى البارت الثاني الخاص بالقطعة الخامسة.